على الرغم من تعدد السهرات الرمضانية والتقاء الأقارب بالسحور مع وجود القنوات الفضائية المتنوعة، إلا أن سماع المسحرات بكل الأساليب اليمنية مثل يا صائم قوم تسحر واعبد الدائم أو صوت الأذان ومدفع رمضان المنبهان لقدوم وقت السحور يعدان من خصائص وطقوس فريدة لليمنيين على مدى عقود من الزمن. من أول عشان على الفاية، على الفاية حتى الشمس، وبعدها لو ما طير الفاية لاني قال طير لهني غربت. ها شافوا قد حاجة معينة في جامع أو في ذي قام قرحوا من النقوم. الفاية عندهم عند جنب المدفع الساعة حقهم عشان ساعة. بالنسبة لاستخدام المدفع بدلا عن هذه الأشياء أو مع وجود الوسائل الحديثة، فأقول إن المدفع كعلامة على دخول وقت الصيام أو غروب الشمس وخروج وقت الصيام هو لا يستعمل في اليمن وحدها، بل يستعمل في اليمن وفي غيره من البلدان الإسلامية الكثيرة. ولعل السبب في ذلك أنه سابقاً لم تكن هناك مكبرات صوت في جميع المساجد، لم تكن وسائل الإعلام منتشرة كما هو الحال اليوم. يعد المدفع تراث شعبي اعتاد اليمنيون عليه في الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وقد أخرجت الكثير من المدافع العثمانية من المتاحف وأعيدت إلى أماكنها الطبيعية في أبراج القلاع والحصون وأسفح الجبال المطلة والمحيطة بالمدن. المدفع هذا حق رمضان هو من زمان يعني، وهذا هو كان إشارة أنه أول ما يضرب المدفع وبعدين يأذنين الجوامع حق صنعاء كاملة. كان أصحاب صنعاء التلفزيون والإذاعة والكهرباء وكذا غير موجودة، فبالتالي كانت أسماعهم متركبة دائما، فكان للمدفع ذوق وله طعم وله أيضا انتظار واشتياق. على سفح جبل نقم في العاصمة اليمنية صنعاء لا يزال المدفع العثماني بارزا، والذي اعتاد عليه اليمنيون لمعرفة موعدي الإفطار والإمساك أي الصيام في شهر رمضان المبارك. بالنسبة لمدفع رمضان هو جاء بالصدفة حسب ما هو في التاريخ، أنه عندما كان ولا تركانة أذن مغرب وقرح من نقوم بالصدفة، وبعدين ما بلا قرح والناس ساروا عند الوالي قالوا يستمر المدفع على ما هو على الأذن تماما، يعني عندما يكون أذن المدفع مع الأذن، وهذا قصة يعني مدفع رمضان الذي نعرفه. ويمثل المدفع العثماني الحربي قديم الطراز تراثاً عريقاً يميز الأجواء الرمضانية في اليمن، إذ يحتل مكانة خاصة في قلوب اليمنيين. والله مدفع رمضان إذا لم نسمعه بأذاننا نحن نسمعه بقلوبنا، هذا شيء أكيد. هذا المدفع رمضان طبعاً هي عادة قديمة كذلك، المدفع قديم من عهد الأئمة ثم بعدها الجمهورين ثم إلى عهدنا هذا، وهو عبارة عن شعائر وتقليد يعني ينم على أن هذا الشعب عريق وصاحب تاريخ. رغم توفر وسائل التوقيت الحديثة، إلا أن العديد من اليمنيين ولا سيما المسنين منهم لا يزالون يتمسكون بالمدفع العثماني كوسيلة لمعرفة موعدي الإفطار والصيام أي الإمساك خلال الشهر الكريم، فيما لم يتبقى من إرث المسحراتي إلا القليل والنادر.